20 يوم 30 يوم برا عم نام بالاراضي بشغلات عم نام، ولحتى لهلق عم يخصف كمان. من 50 يوم ما وقف قصف، ما وقف من 50 يوم ما وقف قصف. مدنيين كله مدنيين، والله يا ابني كله مدنيين، ما في عسكر طول. لو ولد عمره 3 شهور قذفوا، 3 شهور صغير لسه لسه جديد. لك هذا اجوا، هذا يا ابني اجوا، هذا اثر بها الدنيا، اثر بها الدنيا يا رب يا الهي. وضع سيء كتير، الطيران عم يطير وبيوت عم ينقذف والمدنيين عم يموتوا، وضع كتير صعب ومعيشة ما ضل فيه. يعني نحن المدفعية والهجوم نحن كله ما يعني ما مشكلتنا، مشكلتنا الطيران، يعني هالطيران هلكتنا. ايش بدي احكي لك اخوي، بيوت هدو والمحلات هدو وماذا العيشة، وين ايش بدنا نسوي؟ مدفع عم بضرب جنبك هيك تقول عن كني عم بشوفك عم بضرب، وطيارة عم بضرب عم يعني عم خرب خرابات. والله قصف عشوائي عم بضرب على المدنيين، يعني قصف عشوائي وين ما اجي بضرب زلمة. خرب بيتنا كله راح يا ابني. 47 يوم طالعين من بيت، صار لنا 4 مرات 5 مرات عم نحمل وعم ننزل، عم نحمل وعم ننزل، من هون لهون من هون لهون، اليوم وصلنا لهون. والله قاعدين وما عندنا طريق نروح فيه حتى نشوف فرق الارض علينا. طيب هالبشر وين بده يروحوا؟ وين بده يصفوا؟ ما احسن تطلعوا شيء معكم نطلع. لا ثيابنا هذا هو وهذا البيت. ما احسن نطالع الا انفسنا واولادنا وبس. اغراض مشان ننام فيه واكل. ايش بدنا نطلع؟ ما طلعنا شيء، البيت طول كله راحوا. ما في غير الله يحمي هالبشر. عرفت كيف؟